أهلا بكم ونشرة إخبارية جديدة. الصحة تحذر من تناول المسكنات دون الرجوع إلى الطبيب تسبب مرضا خطيرا. وزارة الصحة والسكان وجهت تحذير عاجل للمواطنين بشأن استخدام المسكنات دون الرجوع إلى الطبيب، وقالت إن تناول المسكنات دون الرجوع إلى الطبيب المشرف على الحالة المرضية يتسبب في إجهاد الكلى والتعرض للإصابة بالكثير من الأمراض الخطيرة، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة والعمل على البعد عن السلوكيات الخاطئة والتي لها أثر جسيمة على صحة الجسم. الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان قال إن الحصول على المسكنات يحتاج إلى العودة للطبيب المشرف على الحالة والحصول على الجرعات الطبية. كل حالة مرضية تختلف من شخص لآخر، ولا يجب الحصول على المسكنات من خلال الوصفات التي تتم بين المواطنين وبعضهم البعض، فكل حالة مرضية تختلف من مرض إلى آخر. المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أكد كمان في تصريحات للوطن أن التعامل مع الأدوية لابد أن يكون من خلال الطبيب وليس المريض. المريض لا يصف لنفسه أي علاج، والطبيب هو الشخص الوحيد المسؤول عن كتابة البروتوكول العلاجي وفقا للحالة المرضية. أيضا وزارة الصحة والسكان دعت المواطنين الاستفادة من الخدمات التي تقدمها حملة 100 يوم صحة، وتوجد في جميع الوحدات الصحية وتعمل بشكل يومي، وكافة الخدمات الطبية تقدم بشكل مجاني للمواطنين. وبكده نكون وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرتنا الإخبارية. بشكركم على طيب المتابعة. أشوفكم على ألف خير.